القرار اللي خدنا البارح هو ان البقاله كلهم راه يتفقوا غيحيدوا البوطه، غيحيدوها بمره، لان حنا ديك البوطه بعدا راه ما عندناش فيها الربح اصلا، حنا راه كنبيعوها لموالين الكاز. بوطه صغيره كتدي فيها درهم، والكبيره كتدي فيها جوج دراهم ونص ولا ثلاثه دراهم، شنو الصداع ديالها راه اكثر منها. اغلبيه ديال موالي الحوان دابا راه هما البارح راه اتفقوا باش يحيدوا البوطه، يدبروسهم يقلبوا الناس فين يجيبوها، يمشيو للعماله يجيبوها ولا يفرقوها لهم، هما يديروا الكاميو ديالهم اللي يفرقها ولا يدبروا راسهم، هذاك شغلهم هذاك. مادام هما ما بغاوش الكريه جات في الزنقه، حنا ما عندناش فين نديروها، نديرها في الحانوت. اصلا راه الحكومه هي اللي قالت لك البوطه ممنوعه في الحانوت. جوج حلول اللي كاينين، غير اما الكريه جات يبقاو على برا يبقاو في بلايصهم، ولا نحيدوها. نحيدوا البوطه حيت ما عندنا فين نديروها. السكان كيغوتوا الفوق، الا جاب الله لقاو جوج ولا ثلاثه حضر كنت تيقول لك اسيدي لا راه ما غاديش نمشي نعس في دارك وتخلينا في الخطر هنايا. بزمننا ماشي بخاطرنا، حيت ما عندنا فين نديروها. السكان تيقول لك ممنوع ديرها لداخل، راه حنا ساكنين الفوق الخطر، والمخزن تيقول لك ممنوع برا، اذا غنحيدوها. حنا غادي نحيدو البوطات، ما عندنا ما نديرو بهم اصلا، فيهم يا صداع شحال من واحد، ديما فيهم صداع، ديما تنلقاو فيهم المشاكل، ما يمكنش ندخلوهم وسط الحانوت. لا حيدو الكرياجات، غادي نحيدو البوطات، غادي نقاطعوهم كاملين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.